عسلمة، مرحبا بكم في رياكسيون جديدة وترك يتسمى جديد عند الصعيب. حقيقة العودة كانت عند نهارين، صاحبي لطفي قاعدين نحكي انا وياه، دونك بعث لي قال لي راهو فما كونسيبت جديد صار، فازة جديدة صارت، نيو جينيريشن في الموسيقى في جي تي ار ابولو. لحظة خلينا نقول ابولو سول، ابولو ابولو سول، لا يصير باش تقرا بالفات. المهم لله الحمد لله، قالك ميكس حسب ما فهمت، ميكس بين الراي والراب، فاز هكا معناها مزيكا مخلطة. ديجا اصلا كوفر بحلقة شو قلتش من ترك خبط، هو بعث لي تركات معينين باش نكتي عليهم، هنشوف كان تركات كل محلية وتركي عليهم الكل ان شاء الله. شوفوا هبط طيح 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تركات. اوكي دونك نبداو عن اليوم، باش تسمعوا التراك بتاع بينك مع فلين، بينك مع سكور، باش الحاجة اللي عبد لي نعرفهم عبد لي مثلا نسبيهم، خنشوف في شطات الميكس هذايا. غير ما طلع عليكم صليوا على النبي، ابونيو في اليوتيوب كنا ما تفرش فينا، سبسكرايب. Let's go. Yo, it's T-Funk coming through the screen. Rap reaction slick, just like a movie scene. Ball so tight, analyze the flow. Catch the metaphor, see how the words glow. TPB beats on the way. Okay, the beat maker is there. تول البركة ذا مواضيع أشهر بيت ميكر نصور في الجزائر، خاطر سمعته مع يوبي، سمعته البرح مع ارتيزان ومامو، واليوم نسمع فيه توا مع أبولون ثورز. حياتي ما ضريت بنادم نعنط وطمو في ضجونا فيك، عيتي ما ضريت بنادم. من بعد لحظة كي بيزي كان مو مش تمشي حاجة ضايعة شوية، ضايعة برشا مو لحظة. حياتي ما ضريت بنادم نعنى تطمى في ضجونا فيك، ضروني بفعلة ومرمانة من وجلي فاليك. يا حياتي ما اشتكيت وحدي صايق منافير، حياتي ما اشتكيت وحدي قاعد سوفريكي. اوكي مشينا ليزي على الاخر، كان قلبي شفاف ما بيتافو لا في صالي. في حياتي درت الغلطات مالو طايم الاولين داما على فان، مش بيدي طريقة ديك بابا انت وصيت وانا البرا جافي. اوكي 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 توا نعرف باش ندخلو في حق العباد اللي حاط اللي تسفرش من غير هيدفونز، ممكن باش تشتري لهم مش باش يعيشوا اللحظة. حاول تلبس هيدفون ولا تلبس كاسك، خاطر باش تركز مع لي زانسترومون اللي قاعدين يتزادوا في وسط البيت. لو فما آلات عربية قاعدة تزاد في وسط البيت. شفاف ما بيتافو لا في صالي. في حياتي درت الغلطات مالو طايم الاولين داما على فان، مش بيدي طريقة ديك بابا انت وصيت وانا البرا جافي فان. شفو لي جيشون كيتي هاد لي شون، ما قلت الناس يسمعوها في ميشون. شت الزنقة ولي بانو دي فوايو اي او فون، جامي لا كانو دي ميشون. اوكي شكاري شوف حياتي ديك كالي ماما ماضي مرحبا. واو 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 ارجع ارجع هاي شكاري شوف حياتي دكالي ماما ماضي مرحمش كيف مالام ما دولار ما كانتش مالام في باليس قاري نشوف الطريق ما مرانام ديت مراب يلا نام اليوم حب دور فما الطبلة مش طبلة هذي هذي مش طبلة هذي نعسي تسمو تربوخات وفما انسريمون اخر ما عقلتوش. يما تدعي خايفة ندي في صغير مش فاسة ما سمعت حكايات حبيت نسيتها بعينك شوفي بيبي لا في بال حالي تمام خرج فرحان في دي دي بي ريت مفيش ما وصلكم معلومة محق اينا فار اللي احنا اللي لعبت تعرف اللي احنا نحبوا الموسيقى الهاردكور البومباب الكاس هذيك عجب مي نقدر ديزارتيست اللي يتعب في الموسيقى، مانيت موسيقى كيما هكا نسمعها علاش؟ مش خاطر الكمود تستهويني ليه؟ خاطر فما ايفور، فما تعب نتاع ايكيب كامله انها تقول انها تعمل
نقول له نقشة عربية ولا نقشة أمازيغية، يعني يحط التوش متاع بلاده في الموسيقى. إنسان كرياتيف إنه يسمع نيتكي تو إكزامبل، واحد إتخونجي باش يسمع الغناية باش يفايبي معاها وباش يسمع فلو محلي وممدون باش يسمع دي سانسيومون عربية. عندك أنا ياسر ريسبكتي العباد اللي تحاول تاخد بيت من برا ولا حاجة تحط فيه التمبر العربي. سمعنا نيت نحسب لي بانجمان بون خو ما كاش تينا في الراب دي زاد اني مبعود كي مارسنال اوه في الراب اوكي برشا شكروهو لي رقيقة قالوا لي اني طالع برك الله عليه اني ما كاش امل كانوا في اللوغو فيزي كي ارسنال الرابي اون ارموني يتنقسم لافي كي بوليس ديبارتمان الرابي اون ارموني معناها حاجة هكا متناسقة نايس فيزي كي ارسنال الرابي اون ارموني يتنقسم لافي كي بوليس ديبارتمان سيريون أرجمنت كبرنا بلاندي في موند من بلاندي جيبها كبرنا بلاندي في موند من بلاندي نايس سيريون أرجمنت كبرنا بلاندي في موند من بلاندي جيبها لعندي لولا تديرها تالية عندي ياك اللي بغا يدير بيضا وكحلة كي ضمة وصندي اللي شايفو يروندي بعدو ما عندي شاي تقدر ماني للبيع من بغير كحل صدري عندي روحي حملة بالي يما تدعي خايف عندي في صغير مش فازة ما سمعت حكايات حبي تنسيتها ياح والله أمنية حياتي نسمع اسمع البيت وحده من غير كلام ياح ياح مال الخدمة بعينك شوفي بيبي نحب يعني عاش كان يتفرج فينا أبولو ولا ليه ما نحب نعرف حاجة هل إنه بالحق إنه البيت تعمل جوست يعني كم أني يعني كما أقوله الدرامز والكيكس والطبلة وكل حطوا بالفير ولا باللوجيسيال معناته حطوا وإلا ليه باند وتصور وسجل في الصوت معناها ريل خاطر ذي معلومة مهمة برش حالي تمام خرج فرحان في الدي دي بي اي هم يردا كاس كونفين بعد تست كوت فان سير فان براسي دورتون فيل براسي كان سير كان كبرت فوست موفي غارسون فان وسط حومتي بان كبرت وسط موفي غارسون فان معناه حرب ما توفيش سون كان شفنا اللقطة ربطنا الفيلم وسط موندوي ريان سون ريان هذا شحال من اللي سابق زمان شت البوطة تحكي بوطة تحكي عدياني نشوفها تحبي ماشي غردي لافيدا تحتم بوطة تحتي عدريان هذا شحال من اللي سابق زمان شت البوطة سابق زماني وزمان هو اسم الالبوم والله يقصد فدليك او بنت الايرية ليت الالبوم هذايا ماش عامل برشا فيوز انا اترك عن 9 ايام عامل 200,000 فيو والله بعد 5 سنين باش تراو انو عباد تجي تقول واو او سيد عمل البوم سابق عصره وحد ما مفتن بالموسيقى هذه هي اللي فايرل حتى عندنا اكزامبل احنا في توس مسلم هف سيد يعرف في الموسيقى كاسحه مش راب يعني في الموسيقى كاسحه عنده 10 سنين ولا 13 سنه من احنا صغار نسمعوا فيه وقتاش فما غنيات عنده عامله 100,000 السنه عملت 10 ملايين نفس الغنيه خليها جوج ضربه السنه خاطر موسيقته سابقه عصره تحكي بوطه تحكي عدياني نشوفها تحبي ماشي غردي لافيدا تحتم في الغابة داير الحال وني داير حساب وني داير بحتي اليوم الفرشة محمي اليوم القطوطة تحكم أنا يا مالي ومالي مالو قلبي دي ما مهموم أنا يا مالي ومالي الوحدة متاع الرأي الجزائري تو دخلت بس مالي ومالي مالو قلبي دي ما مهموم أنا يا مالي ومالي جوز القصة ما ننسى أنا يا مالي ومالي مالو قلبي ديما محروم أنا يا مالي ومالي توحش العزيزة في قاع نسى يما تدعي خايف اندي فيه صغير نشفى زمان سمعت حكايات حبي تنسي بينك شوفي بيبي لافي حالي تمام خرج فرحان في الدي دي بي يما تدعي خايف اندي فيه صغير مش فازا ما سمعت حكاية
يا بتحبي تنسيه بعينك شوفي بيبي لافيه حالي تمام خرج فرحان في الدي دبيه برو رسبكت والله رسبكت كبير هاي هذا يسمى بالرقي الفني هذا هو الرقي الفني ملا موزيكا ملا فلو ملا فايب عفت كلمة هو ليت كان يجم يفلوبي برشا علاش التراك خاطر كان يجم هو ما يطلع يعني البيت بيت وحده كلاسي في الاكستريم تاع الكسوحية كان يجم هو ما يكونش طالع فوق البيت سموث نجم يوجع لك وذنك وإلا يعمل حاجة ما تجيش أضاف للبيت معنى هو البيت كاسح هو كمان أضاف للبيت بق هو اللي نصور البروديوسر نزيد نشكر العبيد شوية ميكس ماسترينج تي بي بي هو الميكس ماسترينج هو عبد تي بي بي ذي هو اللي فيكم عليه دونك ستوديو بلاك البيت من عند شكون البخ هو اللي البيت ميكر بالحق ريسبكت برو بخ كسح مور بيتات وخدمة عندكم الصحة حتى فلان اللي ما حكيناش عليه أصلا خل السمول مع التراك من با عرفت كده متاع من با كالسويتش اللي بشي وجع لك وضنك ولا تقول ليش جديدك عليه وإلا حتى هم بالحق اختاروا الرابريت ولا الليزارتيست اللي يتمشيو مع المونتو هذا عندهم فلو يجمو يشانتيو شوية وممتون كود ليركس تعب الحق والله ابديع تراك هذيش تحط في بلاي ليست بتاعي بدون اي تعليق ونتخابلوا ببعض والله توا اكثر اني نسمع باقي الالبوم قبل في ليكسين اغرى